طبعا السيد مسعود البرزاني الان في مأزق، هو يعني امام الشعب الكردي وامام الشعب العراقي بصوره عامه. هنالك تطورات اقليميه حادثه ستغير جيوبوليتيك المنطقه من خلال التعاقدات الاقتصاديه التي عملتها الحكومه المركزيه مع الجانب التركي بخصوص مشروع التنميه، وايضا ما يجري من اتفاقات اقتصاديه قد تخرج الاقليم من معادله طريق التنميه من خلال 7 كيلوات اللي تم تجاوز بها الاقليم من خلال جغرافيا سوريا الى الاراضي التركيه. هذا من جانب يعني ترتيب العلاقات ما بين الحكومه المركزيه، احدها يعني احد ابرز هذه نتائج الزياره واسباب الزياره. ويحاول السيد البرزاني ان يحظى بكثير من الامتيازات الماديه والتمويل واستمرار التمويل من الحكومه المركزيه بغية تحقيق أهداف ومآرب هي حزبية أكثر ما تكون شعب كردستان.